إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. ذهبوا إلى السجن ليخرجوا يوسف الصديق عليه السلام. لقد اقترب الفرج يا نبي الله، وهكذا تمضي الحياة عسرا ويسرا، شدة وفرجا، ولكن يوسف أحدث مفاجأة غير متوقعة.
يوسف، لقد اشتقت إليك يا صديقي. يوسف، لقد جئنا إليك في أمر جلل. يرد يوسف عليهم السلام ويسألهم عن هذا الأمر. يوسف أيها الصديق، لقد رأى الملك رؤيا أفزعته كثيرا، ونريد تفسيرا لها. رأى الملك 7 بقرات سمان يخرجن من النيل، ورأى 7 بقرات أجاف يخرجن أيضا ويرعون مع بعضهم، ثم 7 الأجاف يأكلن 7 السمان، ورأى أيضا 7 سنابل خضر وأخرى يابسات. ماذا تقول في هذا يا يوسف؟ فسر لهم يوسف الرؤيا وقال: تزرعون 7 سنين متواصلين، فما زرعتم دعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد 7 سنين هذه 7 شداد يأخذن ما قدمتم لهن. أخبروني بتفسير هذه الرؤيا مولاي. قال يوسف في تفسيره للرؤيا: نزرع 7 سنين وندخر هذه الزروع، لا نتصرف فيها بأي تجارة أو أي شيء إلا قليلا مما نأكل، ثم يأتي 7 سنين شداد يأخذن ما ادخرناه لهن. أحضروه إلي حالا أستخلصه لنفسي. أبشر يا يوسف، لقد أمر الملك يوحاروف ملك مصر بخروجك من السجن. فأجابهم يوسف بأن يعودوا إلى الملك فيسألوا عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وكان سبب هذا أن يوسف الصديق عليه السلام أراد أن يعلم الملك أنه قد حبس ظلما. لم يرد يوسف الصديق أن يخرج فتلاحقه الشائعات، فيعلم الجميع أنه بريء لأنه نبي، والنبي قدوة لغيره من البشر. مولاي، لقد رفض يوسف أن يغادر السجن قبل أن نسأل النسوة التي قطعن أيديهن عن حقيقة مراودة يوسف عن نفسه. ماذا تقول؟ كيف لمسجون أن يشترط علينا شرطا لقدومه إلينا؟ مولاي، علينا أن نواجه عزيز مصر وزوجته بما قال، ونسأل النسوة عن حقيقة هذا الأمر. أهذا هو الفتى العبراني الذي أحبته زوجة العزيز؟ نعم يا مولاتي، هو يوسف. عن أي حكاية تتحدثون يا أمي؟ زوجة العزيز يا ولدي. ما لها؟ أحبت يوسف، أحبته حبا شديدا، سكن العشق قلبها، ثم استقدمت نسوة وأعدت لهن متكئا، وجلسن حول مائدة كبيرة ليروا جمال يوسف، فما كان من النسوة إلا أن قطعن أيديهن عندما رأوه. إذن افتحوا التحقيق في هذا الأمر وأبلغوا العزيز فورا، وأنت يا زخار اسأل تلك النسوة. ماذا تقول يا زخار؟ طلب الملك أن يتحقق من أمر النسوة؟ نعم،
وقد أمر الملك بإحضار النسوة التي قطعن أيديهن. معنى هذا أن الجرح سيفتح مرة أخرى يا زخار. للأسف الشديد يا مولاي عزيز مصر، هكذا شأن بعض النساء، لا يأتي من ورائهن إلا كل شر. الملك أمر بفتح التحقيق في قضية يوسف. ماذا تقول يا عزيز مصر؟ قضية يوسف معي؟ هيا ابعثي رسولا إلى النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فإن الملك قد أرسل في طلبهن الآن. ماذا تقول أيها العزيز؟ من الذي نبش هذا السر؟ أنا لا أستطيع العيش حين أتذكر ما جرى. أنا لا أطيق أنفاسي ولا روحي. أنا بائسة، يائسة من حياتي، يائسة. هذا الشاب البريء سيخرج من السجن وسيدخلني أنا سجن العذاب، فأنا من ألقيته في السجن دون وجه حق. هذا هو العقاب يا زوجة العزيز، هذا هو ثمن العشق وثمن تلك المغامرة. ماذا تقول يا لخور؟ يوسف فتى العزيز الذي حبس يشترط على الملك. نعم يا كبير الكهنة. وماذا فعل الملك؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق. ما هذا الذي تقول على خور؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق. ماذا حدث يا زوجة عزيز مصر؟ أخبريني ماذا حدث بكل صدق. هل راودك يوسف عن نفسك؟ لا، أنا راودته عن نفسي، ويوسف بريء يا ملك مصر. إذن لقد دخل السجن بفعلك أنت يا عزيز مصر، أليس كذلك؟ يوسف بريء يا مولاي، بريء من هذا الذنب، وقد ألقيته في السجن ظلما. نعم، أنا من ظلم يوسف. ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم. علينا إذن أن نخرج يوسف من سجنه بعد أن ظهرت الحقيقة. قضي الأمر يا زليخة، قضي الأمر. من الذي فتح هذا الجرح الغائر مرة أخرى؟ هذا جزاؤك يا زليخة، أنت التي تدفعين ثمن اندفاعك وراء مشاعري. أنت. ماذا حدث هناك في قصر الملك يا مولاتي؟ حدث ما لم يخطر ببال أحد، لقد برأت يوسف من كل شيء. إذن فعليك أن تنسي كل ما حدث. أنسى ما حدث؟ إن ما حدث لا يريد أن ينساني، فكيف لي أن أنساه؟ هل أحضر لك الطعام يا مولاتي؟ لقد أكلت يا يشورة، لقد أكلت سنين عمري ولم يتبقى منها غير القليل البائس. بأي وجه ستواجه الرعية يا عزيز مصر؟
بأي وجه وبأي شموخ ستقف على منصة الحكم لتأمر وتنهى؟ لقد انكسرت، أنت انكسرت أمام جنودك، أنت في حالة سقوط، حالة سقوط شديد في أعماق العار والخزي. انتهيت، أنت انتهيت يا عزيز مصر، انتهيت. أهكذا؟ أهكذا يا عزيز مصر قضت عليك امرأة متهورة؟ لقد انتهيت، انتهيت يا عزيز مصر، انتهيت. ماذا بك يا أمي الحبيبة؟ لا شيء يا ولدي، لا شيء. كنت أفكر في مستقبلك. اروي لي حكايات عن أبي. لماذا تذكرت هذا الآن؟ لأنني لم أره في حياتي ولا أعرف شيئا عنه. أبوك كان رجلا بسيطا طيبا، والآن هيا كي تنام يا ولدي. ترى ما الذي دعا زليخة لتفعل هذا؟ هل يمكن للحب أن يفعل بامرأة كل هذا؟ تضحي بجمالها وزوجها من أجل شاب صغير؟ لا أدري. هيا أخرجوا يوسف من السجن. افتحوا الأبواب. سمعا وطاعة أيها القائد. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه ليه، واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت. الصادقين على الظلم كان
للصابرين. ظلم جديد اتعرض لي يوم ما كدت له اللي بتقوي، حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين. حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين.